بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، أتمنى أن تكونوا سالمين معافين. حصة اليوم تخص مستوى السنة الثالثة ابتدائي، المادة فهم المنطوق زائد تثبيت السياق. الموضوع رحلة إلى صاحبتي اللغز السابع. اللغز السابع، نعم كلنا محبون ومتيمون للأصفار والرحلات، ولا سيما في فصل الصيف، فسرعان ما يقترب حلول فصل الصيف إلا وبقينا نختار ونتشاور لنقضي العطلة الصيفية. ففي هذا المجال لنستمع إلى ما حدث بين أفراد هذه العائلة. في ليلة من الليالي جلست سعاد مع أفراد عائلتها يتشاورون حول المكان الذي سيختارونه لقضاء العطلة. نطقت سعاد فجأة وقالت: أنا أريد أن أكتشف بلدا خارج وطننا الجزائر. سكت الأب هنيهة ثم قال: ما رأيكم لو نزور صاحبة اللغز السابع؟ سعاد: صاحبة اللغز السابع اسمها مشوق، ماذا تعرف عنها يا أبي؟ الأب: أنصتوا، لقبت بصاحبة اللغز السابع وسميت هكذا لارتباطها بالرقم سبعة أكثر من مرة، ففيها سبعة أبواب حصنتها من الغرباء فتغلق مساء، وسبعة جسور قديمة تسهل الحركة والتجول فيها نظرا لتضاريسها الوعرة، وسبعة كهوف مأوى لأهاليها، وسبعة زوايا لحفظ القرآن، وسبعة رحبات للأعمال الحرفية التقليدية كالنقش على النحاس والطرز على الحرير بخيوط الذهب والصناعة اليدوية وتقطير الورد لصنع العطور وصنع ماء الزهر وحلوى الحورية التي تنفرد بها هذه المنطقة فقط. سعاد: مع كل هذا يا أبي، أتمنى أن تكفينا العطلة لزيارة هذه الأماكن الجميلة، وهل أحتاج إلى جواز السفر يا أبي؟ الأب: لا يا بنيتي، لن تحتاجيه، لأن صاحبة اللغز السابع موجودة في وطننا الجزائر. سعاد: ماذا تقول؟ أنا لا أعرف مدينة بهذا الاسم في وطننا الجزائر، لغزك صعب يا أبي. ابتسم الأب وقال: إنها مدينة الصخر العتيق، الصخر القديم، الصخر العتيق، إنها سيرتا، إنها مدينة العلم والعلماء، إنها عاصمة الثقافة العربية، إنها قسنطينة. سعاد: قسنطينة فيها كل هذا؟ ولم نكن نعرف هذا، وطننا جميل، وهذا يؤسفنا كثيرا، فنحن لا نتجول فيه ولا نعرف عنه إلا القليل. فعندها قال الأب: الجزائر شاسعة وجميلة، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، فتفتح لنا أحضانها، فلا نغادر بعيدا للبحث عن المتعة والجمال، ففي بلادنا كل ما نريد، فالجزائر رائعة من روائع الكون. سعاد: لولا حديثك هذا ما عرفت حل لغزك يا أبي، حقا صدق الشاعر حين قال:
موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. إذن رأت أو طلبت سعاد من أبيها أن تكتشف منطقة خارج وطنها الجزائر، فسكت الأب هنيهة ثم شاورهم في الأمر. ماذا قال؟ نعم، قال: ما رأيكم لو نزور صاحبة اللغز السابع؟ ما رأيكم لو نزور صاحبة اللغز السابع؟ لأن عن جملة استفهامية، سأل الأب أفراد عائلته فقال: ما رأيكم لو نزور صاحبة اللغز السابع؟ فهو ينتظر إن يقولوا نعم أو يقولوا لا. إذن قال: ما رأيكم لو، ما رأيكم لو نزور صاحبة اللغز السابع؟ فلنوظف هذه الصيغة لو في جمل من إنشائنا. فمثلا: لو ينجح الطالب في شهادة البكالوريا يكرم، يعني بشرط ينجح يكرم. إذن لو ينجح الطالب في شهادة البكالوريا يكرم. نعم، إذن لو ينجح الطالب في شهادة البكالوريا يكرم. إذن لو التزمنا الوقت الذي نعيشه حاليا، لو التزمنا بيوتنا لقضينا على وباء كورونا. لو التزمنا بيوتنا لقضينا على وباء كورونا. هذا المرض أو الوباء الخطير. لو التزمنا، لو التزمنا بيوتنا لقضينا على وباء كورونا. لو نزور الصحراء لأعجبنا بجمالها الساحر. لو نزور الصحراء لأعجبنا بجمالها الساحر. لو جاء أجنبيون إلى مدينتي وهران لأعجبوا بجمالها. لو أطعنا الله لنلنا رضاه. لو اجتهدنا في دروسنا لحققنا نجاحا باهرا. فإذا هنا قد وظفنا الصيغة لو. جمل أخرى، إذن مثلا: لو نفهم
أو لو نفكر قبل حل المسألة لا كان الحل صحيحا. بعدها في الأخير سعاد قالت لأبيها لولا حديثك، ماذا قالت له؟ لولا حديثك هذا ما عرفت حل لغزك يا أبي، لولا حديثك هذا يا أبي ما عرفت حل لغزك. إذن لولا حديثك ما عرفت حل لغزك يا أبي. لولا حديثك هذا، يعني هذا الحديث الذي حدث الأب أفراد عائلته عن صاحبة اللغز السابع، لولا حديثك هذا يا أبي ما عرفت حل لغزك يا أبي، ما عرفت حل لغزك يا أبي. أقرأ لولا حديثك هذا يا أبي ما عرفت حل لغزك هذا يا أبي، حل لغزك هذا يا أبي، حل لغزك يا أبي. فلولا تقدم التكنولوجيا، يعني هذه الحياة التي نعيشها الحياة السهلة في بتقدم التكنولوجيا، فإذا نوظف لولا، نقول لولا تقدم التكنولوجيا لما عشنا حياة سهلة. يعني هل نعيش حياة سهلة بدون تقدم التكنولوجيا؟ لا. فإذا هكذا نقول لولا تقدم التكنولوجيا لما عشنا حياة سهلة. لولا ما نبقى في هذا المجال، لولا هل الأم تستطيع أو هي تستطيع الرضيع أن يتعلم النطق وأن يكبر ويستغني عن أمه؟ لا. فإذا في هذه نقول لولا مساعدة الأم لرضيعها لما كبر الرضيع وتعلم النطق. إذا لولا مساعدة مساعدة الأم لرضيعها لما كبر وتعلم النطق. لولا رجال الشرطة هل يسود الأمن؟ هل يكون أمن وسلة في البلاد؟ فإذا نقول لولا رجال الشرطة لما ساد الأمن، لولا رجال الشرطة لما ساد الأمن في البلاد. لولا الاختراع الحديث لما وصل الرواد إلى الفضاء.
لولا الاختراع الحديث لما وصل الرواد إلى الفضاء، لولا اختراع الطائرة لما استمتعنا بجمال بلدان أجنبية. إذن وإلى هنا نصل إلى نهاية الحصة، إلى أن نلتقي في حصة أخرى، ودمتم في رعاية الله وحفظه.